بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمك عن إزاي بنركب السنجل فيس كلوك. السنجل فيس كلوك اللي هي الساعة ناحية واحدة أو وجه واحد الموجودة في معظم المشاريع الكبيرة. لو عايز تعرف تفاصيل التركيب خليك معايا في الفيديو ده. طبعا الساعات المركزية يا شباب الماستر كلوك سيستم من احد اهم الانظمة الموجودة في المشاريع الكبيرة اللي احنا بنتعامل معاها، زي ما احنا شفنا في فيديو سابق ان انا بتعامل مع دبل فيس كلوك سواء كانت انالوج او ديجيتال، تمام. وهنتكلم النهاردة عن تفاصيل تركيب السنجل فيس كلوك. بتدخل مثلا عند الكاونتر، بتدخل عند استقبال، بتلاقي عند المدخل في المستشفيات، في الطرقة في المستشفيات بتلاقي ساعات مركزية. في الفيديو ده هعرفك ايه هي تفاصيل تركيب السنجل فيس كلوك. على طول كده هنبدأ، هنشوف هنا مكتوب لي الوول ماونتد ديتيلز فور السنجل فيس كلوك. زي ما شفنا ان ده سكيل، السكيل بتاعي ده مش نوت تو سكيل، ده نوت تو سكيل، ان تي اس معناها نوت تو سكيل. هنبدا نشوف هنا، انا دايما بشتغل من الفينشد فلور ليفل، يعني انت لو شايف المستوى ده الاف اف ال الفينشد فلور، فينشد فلور ليفل. طبعا ببدا من الفينشد فلور ليفل لحد ما هوصل للدروب سيلينج، يبقى ده عندي الدروب سيلينج، ده السيلينج اهو الريفلكتد سيلينج بوتوم ليفل، ده المستوى تمام اللي ظاهر لي من الدروب سيلينج. بعد كده من الدروب سيلينج بمشي لحد ما بلاقي الصبه الخرسانيه او الكونكريت سلاب الموجوده في المشروع. طبعا انا لازم اهتم بالدايمنشنز الخاصه بالمسافه بين الدروب سيلينج والكونكريت سلاب عشان تسهل لي عمليات التركيب او عمليات الاستوليشن لاي نظام من الانظمه الموجوده فوق الدروب سيلينج. طيب عمليه التوصيل للساعه دي هتتم ازاي؟ زي ما بنقول الساعه دي سنجل فيس، سنجل فيس يعني هتبقى راكبه على جدار، تمام. انا بمشي بالماسوره بتاعتي اهو، انا عندي هنا ماسوره الكونديوت، الكونديوت بتاعتي 25 ملم الفاي، تمام، اي ام تي كونديوت. بعد كده بشوف هنا بثبت الماسوره دي على الكونكريت من خلال سلاد كلام، تمام. بدخل على البوكس، تمام، الستيل جانكشن بوكس الخاصه بالتركيب الخاص بالماسوره مع السلك. يبقى انا بدخل السلك داخل الماسوره وبروح على البوكس، بنزل اغذي الساعه دي، اديها الكابلات المطلوبه، بعد كده ارجع اكمل عشان اروح اغذي ساعه تانية او هروح للماستر كلوك سيستم كنترولر اللي هو هيبدا يتحكم في الساعات. طبعا هنا بنزل من البوكس على الجدار، بنزل بماسوره اي ام تي، تمام. الجزئيه هنا في جزء ورا كده بيبقى في الساعه شباب، زي ما احنا شفنا في الصوره كده، حاجه بيسموها الماونتنج بليت اللي هي بتثبت عليها الساعه دي. طبعا الساعه او جسم الساعه نفسه سنجل فيز كلوك. بيبقى هنا في عندي ستيل جانكشن بوكس، دايما بنيجي من البوكس اللي فوق، ادي الستيل جانكشن بوكس ده، وبننزل بنيجي ورا الساعه نفسها، بنعمل ستيل جانكشن بوكس وبناخد الكابل ونروح مدخلينه على مين؟ على الساعه بتاعتي. طبعا الكابل ده بيبقى كابل 3 × 1.5 ملم شيلدد كيبل، تمام، بيبقى داخل في ماسوره 25 ملم فاي اي ام تي. يبقى انا في الفيديو ده عرفتك ازاي بيتم تركيب السنجل فيس كلوك في الموقع. خلي بالك لازم تبقى عارف المسافة اللي انت بتثبت عليها من الفينشد فلور ليفل لحد سنتر الساعة، ده الدايمنشن ده مهم جدا. ممكن الاقيها في مشروع 2.5 مثلا، 2.5 متر من الفينشد فلور لحد سنتر الساعة، 42 سنتي، 82 سنتي، حسب كل مشروع، تمام، وحسب ما تبقى الساعة واضحة للناس وباينة كويس جدا في مستوى الرؤية الخاصة بالأشخاص الموجودين في المكان. في الفيديو ده اتعرفنا على الوول ماونتنج ديتيلز فور السنجل فيس كلوك. انتظروني في سلسلة الالكتريكال كويك استادي، ان شاء الله اتكلم في فيديوهات كتيرة جدا عن ايه هي تفاصيل التركيب،
ايه هي المعلومات اللي بيحتاجها مهندس الكهرباء على السريع في الموقع. انتظروني في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.